تقعدية وبشكل مهول يا دكتور أبو علي، حيث وصلت حجم حبة البرد إلى حجم كرة المضرب أو الليمونة، وهذه سابقة في التاريخ. دعني أتابع وإياك دكتور ماذا جرى. هذه علامة كونية مرعبة تنبئ لكم إن هذه السنة سنة شر وسنة قتل وسنة دمار وسنة زلازل وهزات وانهيار وسنة فيضانات وأمطار، وسيأتيها سيل عرم قبل ذلك وعاصفة ممطرة لن تمر على عمان منذ أن خلق الله عمان. استراليا فيضانات بشكل غير كبير، أوروبا وفرنسا بفيضانات وشتاء لم يتعهدوا على الإطلاق. أين العلماء؟ أين المحللون؟ أين أصحاب الأرصاد الجوية الذين لم يخطر ببالهم أن تصل ضخامة الأعاصير إلى هذا الحد؟ كيف عرفت يا دكتور أبو علي أن هذا العام أمطاره وعواصفه مختلفة عن كل الأعوام؟ حينما أقول العنوني أنا متأكد لم يحدث البداء في ذلك بأمر الله من معلمي، ولكن معلمي أخفى علي قضية السعودية، وأرجوكم بالحلقة القادمة طلعوا لي قلت معلمي هناك أمر جلل سيحدث وأخفاه عني، وصارت قضية آشقتشي اللعين ابن اللعين الذي أسكته الله وأذابه في الأسيد كرمانا لمن لنمر باقرا نمر الذي نسته الناس ولم ينساه أبو علي. أبو علي كيف ينسى النمر النمر، وكيف ينسى حسن شحاتة، وكيف ينسى ركن أبادي؟ أبو علي ليس دولة ولا حزب مستأجر يخاف على مصلحته أو على رقبته. أبو علي ليس خوان.